اتكلمنا عليها على مدار الايام الماضيه، لكن كل الامور دي هنتكلم فيها طبعا مع معالي وزير الرياضه السابق وايضا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه الاستاذ عامر فاروق. ببارك لك عامر بيه طبعا على الفوز وعلى الاداء وعلى الرجوله بتاعت لعيبه النادي الاهلي. ظروف كانت صعبه، اصابات، غيابات، لكن روح النادي الاهلي، شخصيه البطل، كل الكلام ده كنا بنادي بيه وحضرتك كنت بتنادي بيه، وكلماتك كانت بسيطه مع اللعيبه بس مردودها كان كبير جدا. ببارك لك عامر بيه. مبروك ليك ومبروك لجماهير النادي الاهلي ومبروك لكابتن ايمن شوقي ولكل اللي في الاستوديو. الحمد لله نعمه من عند ربنا. مبروك لمجلس اداره، مبروك للكابتن محمود الخطيب، الحقيقه كان متواصل معانا على طول بشكل دايم بيتابع كل حاجه الحمد لله. مبروك للاعيبه النادي الاهلي الحقيقه تحملوا المسؤوليه، وزي ما قالوا واحنا يمكن طالعين من القاهره في الطياره قالوا احنا رايحين ان شاء الله هنحقق فوز وفوز كبير ان شاء الله، وهنبقى رجاله وهنتحمل المسؤوليه تجاه جماهيرنا. مبروك ليهم الحقيقه، كلهم بذلوا مجهود كبير جدا. الظروف في الحقيقه ما كانتش سهله جدا فعلا، يمكن بعض الناس مش ملمه بالتفاصيل الحقيقه بتاعه البعثه، لكن النهارده كمان الظروف كانت قاسيه جدا الحقيقه، وكان في توتر شديد جدا في الملعب. انما الحمد لله نعمه من عند ربنا، ان شاء الله كده ربنا يكرمنا في اللي جاي، وان شاء الله باذن الله تكون الامور افضل وافضل. الف الف مبروك ليهم، رجاله النادي الاهلي دايما رجاله. مبروك لمجلس اداره، مبروك لجمهور الاهلي العظيم اللي بيتابع في كل لحظه وفي كل دقيقه. الف الف مبروك، الحمد لله نعمه من عند ربنا وجبر خواطر الحمد لله. لولا تدخل معالي وزير عامر فاروق في المباراه في توقيت معين يا كابتن ايمن الوضع كان هيكون مختلف، لان يمكن الناس تكتفت علينا بشكل كبير، الجون الاول الثاني الثالث، فالامر كان صعب جدا. اللقطه دي كانت مهمه جدا لان هي حسمت امور كثيره، لان بعد الماتش الموضوع كان هيختلف. لولا تدخل حضرتك معالي الوزير. الحمد لله ان ربنا يعني سلم، وان ربنا الحمد لله امن البعثه بخير، والحمد لله يمكن انت كنت معانا وشايف يا كريم الدنيا كانت صعبه جدا، وكان في توتر كان ممكن يبقى في اذى لناس كتير واشتباكات وحاجات دي. الحمد لله دي نعمه من عند ربنا، ان ربنا ييسر لنا الخير ان شاء الله، ربنا يكملها بالخير ان شاء الله باذن الله، ونطلع بالسلامه باذن الله، ونوصل بالسلامه ان شاء الله باذن الله. مع الوزير تقولي لكل اللعيبه الرجاله اللي لسه مستنيين انهم اكتر من كده كمان، خلاص الامور دي هتنتهي دقيقه المباراه بتنهي، بنفكر في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله عندنا الهدف الاسمى بالنسبه لنا ان احنا نكمل مسيرتنا، ان احنا نحصل على البطوله العشرة. ده يعني زي ما بيقولوا ايه، تصحيح للي حصل الحقيقه في نتيجه المباراه اللي تمت في القاهره. انما ان شاء الله عندنا لسه مباريات مهمه جدا، ان شاء الله نكمل، وان شاء الله البطوله تبقى من نصيبنا، وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي رجاله، ومجلس اداره النادي الاهلي دايما متكاتف. ربنا يبارك في الكابتن محمود. شكرا جدا، اشكرك فندم، اشكرك فندم، كل الشكر والتقدير طبعا ليه.